اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره الاساتذه الكبار، الاستاذ عصام شرطوت. ازيك يا استاذ عصام؟ مشرف ازيك كابتن اسلام، اهلا بحضرتك. ايضا الاستاذ محمد القوسي. ازيك يا استاذ محمد؟ مشرف ومنور، سعداء جدا بتواجدكم معنا. استاذ عصام، استاذ محمد، اعرف رايكم مباشره فيما حدث اليوم من تعادل ما بين النادي الاهلي وسيراميكا كليوباترا. وانا بقول ان هو تعادل كاشف الحقيقه، تعادل بيؤكد انه الاهلي محتاج شغل، الفرقة محتاجة يعني دماء جديدة من وجهة نظري على الأقل. نعم. الفرقة محتاجة كباتن الفرقة يعني يلملموا شوتات حالة عدم التركيز والصربعة اللي احنا مرات قليلة اللي نشوفها في تاريخ النادي الأهلي. كمان لابد ان انت تبقى وانت بتتفرج على النادي الأهلي متأكد انه دي حالة ما كانش ينفع تدوم، يعني وما كانش ينفع كمان انك كده. انت تبقى بتتكلم عن غلطة حكم او كذا. وطبعا رحمة لا بس الله، بس ممكن الناس، انا لسه جاي لك اهو، ثانية واحدة طب اكمل بس جملتي عشان ما تحسبش عليا. والنبي بسرعة. كابتن صالح قال لهم احنا خدامين الحكام، صحيح، في احد الاجيال، ولما حس ان ما حدش واخد باله قال لهم يعني بدل الجون ثلاثة وبدل ضربة الجزاء خلي واحد يفرومك وشوف مش هتتحسب ازاي. ده النادي الاهلي، وبالتالي ده لازم يكون مش هتقدر، لان الحكام من الاخر او 80% منهم مش معاك، مش عايز اقول ضدك، حاجات كتيره قوي انتوا عارفين يا لعيبه، فخلاص بقى الجمهور سبورت غير عادي يا جماعه، لا احد يجد جمهور كما النادي الاهلي. كمان خدوا من كلام الكابتن خطيب اللي قطع اجازته ورجع على النادي علشان مزيد من الطمأنه، واعتقد انه قعد مع كابتن التيم ومع الخمسه سته الكباتن قبل ما يكلم التيم على بعضه، وبالتالي كل ده لازم ينتج عنه ان شاء الله ان شاء الله بصيص من انه اللي حاصل ده مش هيفضل. أيوة. مخيم على النادي الاهلي. أيوة. خاصه وان ايام ويناير يبدا، واللي انا عرفته انه الناس هتفرح وهتفرح كويس ان شاء الله. تمام. طبعا كلام استاذ عصام، هو انا فاهم الكلام حضرتك، ولكن مبدئيا حضرتك بتقول كده في ظل ان النهارده الاداء افضل من المباراه السابقه، ده على الاقل ان اللعيبه بدات. أيوة. تحس، وحتى لو بنسبه، انه ما هي النسبه من نسبه ضعيفه. بص، في النادي الاهلي، في قناه النادي الاهلي، لابد انك انت تحترم الشاشه دي، تحترم صحيح. الجمهور العظيم ده اللي فعلا يقدم الغالي والنفيس، وبالتالي يعني شوية بدأ يحس ما يصحش كده. الله ينور عليك. لازم برضه عشان يبقى ايه، وفي نفس الوقت مش الكلام اللي الأستاذ عصام بيقوله ده معناه ان الحكام ما تدينيش حق. لا لا، بأمارة ايه؟ لو انا مغلوب هو ماله؟ بالظبط كده، مالكش علاقة. ولا ايه يا أستاذ محمد؟ بالطبع طبعا، يعني انا يعني في النهاية يعني انا اسف، في النهاية انا اللي يهمني ان انا كحكم ادي لل 18 فريق حقهم. ده على فكرة ليه؟ لانه الحقيقة يعني ده بيعمل، انا اسف اوصل، على الاقل ده بيعمل حماية للفريق ده. انا مش جاي هنا عشان يتضغط عليا، انا عايز اتغلب كورة يا عم، انت مالك؟ اتفضل يا أستاذ محمد. احنا متفقين ان عندي مشاكل، عندي اخطاء، عندي حاجات احملها للعيبة، احملها للمدرب، لكن في النهاية اخد حقي ايا كان. يعني النهارده ركله جزاء لعلي معلول، والحقيقه انا يعني يمكن تواصلت مع خبراء في التحكيم، مش ممكن يا واكدوا لي، يعني اكدوا لي، يعني البعض طالع بيتكلم بيقول لك ده التحام او احتكاك. التاكيد والتوصيف اللي بيحصل عليا انا كده، انا كنت بلعب في المكان ده يا استاذ محمد. مكان محمد عادل لاعب سيراميكا كليوباترا اللي هو خبط علي. اقسم بالله اتحسبت عليا 3-4 مرات. دي اعاقه واضحه وصريحه لا تحتمل الشك. لكن ومع هذا ومع كل هذا، احنا لنا تحفظات كتيره جدا على النادي الاهلي، اللي هو يعني الناس شايفه الاهلي في حته تانية مش في الحته صحيح. دي يمكن نفس السيناريو يا كابتن اسلام اللي حصل في السيزون الماضي، نفس السيناريو بيتكرر بنفس الطريقه. بعد 6 جولات الاهلي عملها وحقق فيها 6 انتصارات وجاب 18 بونت لما موسى مالك كان ماسك الفرقه بسكور باربعات وخمسات، وبدا من ماتش فيوتشر، وكان بالمناسبه برضه ماتش فيوتشر اللي الاهلي اتعادل فيه وبدا يخسر. احنا اخر 4 مباريات الاهلي 6 نقاط، يعني 6 من 12، مستحيل الاهلي يبقى مقبول. مزبوط. او ان الاهلي يبقى مش ده الاهلي اللي احنا بنحبه. طبعا. مش ده الاهلي اللي احنا بننشده. الاهلي فيه مشاكل، فيه لعيبه ما بتاديش بشكل جيد، فيه لعيبه صلاحيتها انتهت. انا الحقيقه مستر كولر مع تقديري ليه حيرنا،
يعني انا مش عارف ايه التشكيل اللي بيلعب بيه النادي الاهلي، في تغييرات كتير جدا بتحصل في التشكيل. يعني مثلا واحد زي شادي المباراه الماضيه مش موجود، المباراه دي بيلعب اساسي، محمد شريف كان بيلعب اساسي قاعد على الدكه. يعني انا نفسي اعرف من هو المهاجم الرئيسي بتاع النادي الاهلي. الاهلي عنده مشكله كبيره جدا في الشق الهجومي، محتاج النادي الاهلي مهاجم من العيار الثقيل عشان يقدر يساعد الفريق ويقدر يتاني. مش معقوله يا كابتن التفكير القادم، لانه حتى الراجل النهارده قال حتى انا لو هجيب صفقات هجيب صفقات تبقى افضل من الناس اللي عندي. كويس انه يعني النهارده، لان دي اكدت انه لما ما اختارش وهو لسه جاي لانه كان عايز يشوف الاول. بالظبط. يعني انا النهارده لما النادي الاهلي 73% استحواذ على مدار المباراه، 20 غاره هجوميه على المرمى مقابل 3 غارات او 4 غارات لسيراميكا، 15 ركله ركنيه مقابل ركله ركنيه. يبقى المشكله فين؟ ركله ركنيه واحده لسيراميكا يجي منها جون، في حاجه غلط، في حاجه محتاجه تتصلح، في حاجه من اللعيبه على حاجه في الكاتشانه. لانه انا مش عارف ازاي اللعيبه دي لما يلاقوا بتوع سيراميكا في تريكه ان كلهم يقفوا على الخط، سيبوهم هم والشناوي على قد فهمي في الكوره وشغلي فيها 40 سنه، سيبوهم كلهم على الخط هيرجعوا تاني. لكن انتوا عاملين زي ما تكونوا حطيتوا الشناوي وادالى عليه قلاب رمل. بص يا كابتن، قبل ما تتلعب اللعبه دي انا في 10 واقفين في حته كده، والشناوي طب محمد الشناوي مش هيقدر يوصل. يعني اكيد ليها حلول، ودي ليها حلول في التدريب والحاجات دي. خلي بال حضرتك، اسهل حاجه في كره القدم سنس لعيبه. اسهل حاجه في، ما انا عشان كده بقول لك، اسهل حاجه في كره القدم يا استاذ محمد، يا استاذ وحضراتكم اساتذتنا في هذا الامر، العفو، الكرات الثابته. ليه؟ لان انا المدرب بيقول لي ايه؟ راقب، امسك عصام، اسلام مع عصام، وعلي مع محمد، وحسين مع الايمين، وخلاص خلاص. فواضحه يا استاذ محمد، ومعروف الكره جايه منين. يعني الكره كورنر، معروف ان الكره جايه من هنا، هتطلع من هنا، ما فيهاش مفاجآت. غير مثلا لما واحد يرفع اوفر وهو بيجري، غير لما واحد فاهم حضرتك. فاسهل حاجه بالنسبه للمدافعين هي الركلات الثابته. ده حقيقه. يعني انا عشان كده بقول لحضرتك انه لا، يعني الموضوع في الامر ده، لا ده غير كده يا كابتن، ان انا برضو ان الاهلي ما بيستفدش من ركلات السبت. 15 ركله ركنيه صحيح ما استفدش منها ولا ركله. بمناسبه الركلات السبت، 16 الراجل عامل لائحه خاصه اللي يجيب منها ايجابيه. طيب انا كمدير فني شايف ان انا عندي تقصير في الحته دي، فعملت ايه؟ عملت لائحه بمرنك عليها، وعملت لائحه تحفيزيه علشان لما يجي جون منها حضرتك تتكافئ. بص يا كابتن، في ولو دخل فيك جون بكده يتم الخصم منك. طب انا اعمل ايه تاني؟ في حاجه مهمه كمان لازم تتعمل. والله يا استاذ محمد، الراجل شفتها بعيني، الراجل شغال على ثقافه اللاعب، وعلى ما يبدو انه فكره نصف احتراف اللي كانت شغاله، مع احترامي للاسماء اللي كانت قبل الراجل ده، لانه مش ممكن ابدا نيجي بقى دلوقتي كمان ونقول كولر. يعني لا، كولر جاي من اوروبا طازه، وانا قلت كده مع حضرتك، بمعنى انه عنده اليوم الكامل. اليوم الكامل مش مقنع لثقافه اللاعب المصري. الراجل بيقول له انت هتيجي من يومين الصبح كنت في النادي وما ترتبطش بمواعيد. من يومين كنت في النادي، دي مشكله يا استاذ عصام. بالنسبه للاعب المصري يعني ايه ما ارتبطش بمواعيد، ما يروحش من يومين كنت في النادي، فماشي 8 ونص كده من هناك من النادي، والتمرين ده كان 9 الصبح اليوم ده يعني. فلقيت الراجل وانا معدي، كنت رايح باب المعلمين، فماشي من هناك كده لقيت الراجل طالع. فانا عندي شغل. ايه؟ قال لي معايا كنت عندي شويه حاجات كده وبتفرج على الماتش ومش عارف بعمل ايه والفتره اللي جايه كذا، يعني اتكلمنا في حاجه تخص كره النادي يعني فرقه. يعني الساعه 8:30 بالليل يا كابتن، وهو مخلص الساعه 11:30 الصبح. خلي بالك يا كابتن، عنده شغل، لان هم بره، وحضرتك اكيد عارف والقوسي عارف، الناس بتروح زي الشغل الموظف، مش وظيفي زي ما احنا بنقولها روتيني. صحيح. بيروح الصبح زي كل العاملين، المدير الفني. تمام. وبعديه بيخش اللعيبه اللي فطر او هيجي يفطر، وبيقضوا اليوم حتى لو ما عندوش تمرين، الراحه في استراحه اللاعبين. انا رحت لحيت حماده صدقي كان في معايشه في لندن، ده اللي حاصل في الانديه لما قعدت ابص. فعلا يوم كامل، يعني يوم كامل ومش ايام متقطعه. ضيف لكده هو بيحاول، يعني النادي الاهلي ده هو قال لهم النادي الاهلي الاكبر الاعظم الاهم، لازم تبقى دي ثقافتكم، لكن هي لسه مش مقنعه للاعب المصري عموما يعني. فنتمنى ان هي كمان تخلي اللاعب الثقافه دي، هيبقى فعلا افضل بكتير، لانه هيشتغل على فنيات وهيشتغل على حاجات. لكن انت النهارده بتقاوم فكره اليوم الكامل، مش هينفع. ولازم ده مع كابتن سيد عبد الحفيظ يتحط له معدلات حكي انه هو كده، مفيش حاجه اسمها ترتبط بحاجه بعد التمرين، ما حدش عارف هيمشي. بالمناسبه الراجل لما رجع اللعيبه الماتش اللي فات، مش ده الناس فاهمه ان دي عقوبه؟ هذه ضمن ثقافه احنا في الشغل، بمعنى ان انا
اسيب حاجاتي في النادي اوصي واروح في اتوبيس الشغل وارجع من اتوبيس الشغل اخد عربيتي واروح، مش انزل هنا والتاني ينزل المحطه الجايه والتالت طيب يجي له قريب. عشان بما اننا بنتكلم في كل مشاكل مشاكل مشاكل، يجب ان يكون هناك حلول لهذه الامور. بمعنى انه طيب انا بشوف انه الحل من وجهه نظري انا يعني كلاعب سابق، يعني انا بشوف انه الحل دلوقتي في ان اللعيبه بينها وبين بعض يا استاذ محمد لغايه لما يتم الحل من الاداره. تمام، وده هنتكلم فيه برضو، ان اللعيبه تقعد مع بعض اكتر وقت ممكن، وهناك لاعبين معروفين بالاسم يعني عصام والقوسي واسلام ومعروفين ان هم مش هم كبار الفرق، يقعد مع نفسه في ويتكلم مع نفسه. هل يوجد حلول اخرى؟ الحلول الاخرى الحلول الخارجيه، ان انا اجيب صفقات. انا يعني ده هيحصل، يعني ده يحصل ولازم يحصل، وصفقات تيجي تليق بالنادي الاهلي واللي يجي يكون اعلى من اللي موجودين في النادي الاهلي ويضيف للنادي الاهلي. الحقيقه يعني النادي الاهلي عنده مشكله هجوميه كبيره جدا، واضحه واضحه جدا يعني عندي ويبدو ان الراجل غير يعني انا مش هقول غير مقتنع يعني، بس مش قادر يستقر على مهاجم من الثلاثه اللي موجودين سواء شادي او شريف او حسام، والثلاثه الحقيقه يعني بيظهروا على فترات بعيده، يعني ممكن واحد يجيب لك جون كل 3-4 ماتشات، ممكن ما يجيبش. انا عايز مهاجم يجي للنادي الاهلي اللي ينقذني واللي يخلص المباراه من نص فرصه. يعني النهارده في الشوط الاول جايه فرصه لشادي وهو منفرد بالجون، سجل الكره جون خلص الماتش بالنسبه لك، هو هيفتح والدنيا تفك بالنسبه لك، فضاعت الفرصه، فصعبت الامور بالنسبة. كل ما بتضيع بتصعب، فده شغل يعني. انا الراجل وصلك للمرمى 20 مره ده شغل، مش معقوله ما اجيبش جونين. وادواتك بقى الخاصه ان انت الكره بالنسبه يعني لك مش قنبله عايز تديها واحده وخلاص، يعني مش معقوله ما اجيبش جونين ثلاثه من ال 20 غار اللي انا عاملهم، يعني حاجه غير. كل الاحصائيات يا شباب واحنا بنتكلم يعني احصائيات مرعبه بتاعت المباراه يا كابتن، يعني لا تعبر على الاطلاق. لكن في النهايه ممكن. في النهايه زي ما الكابتن لطيف قال لك الكوره جوان، حط الكوره في الشبكه. صح. انا الشوط الاول يعني عامل كل حاجه في الكوره وطالع مهزوم يعني. صحيح. دي كره القدم، عشان كده لعيبه النادي الاهلي لازم تفهم ده وتستوعب ده. والحقيقه النهارده اللعيبه عملت جهد اكبر بكتير جدا من اللي شفناه في ماتش سموحه، كان في اصرار من البدايه وكانوا بيلعبوا من اول 5 دقائق وكانها الدقائق الاخيره، فاللعيبه لعبت البدايه كلها يعني. شوف ال 15 ركنيات الاحصائيات اهداف 1-1 73% استحواذ اوزي، تمريرات صحيحه نسبه 612 239 84% حد بص 36 عرضيه 3 حول الله ركنيات 15-1 15-1 بتتكلم وبعدين بتتكلم في ايه زي ما حضرتك بتقول وبعدين بس وبعدين بعدين يبقى لازم الاهلي خلاص ما ادوكش حل، انك لازم تشوف حلول في لعيبه كواليتي اعلى من اللعيبه اللي عندك. لان الاهلي داخل على منافسات قويه جدا، داخل على دوري الابطال، داخل على كاس العالم للانديه. لكن برضه يا كابتن اسلام يعني رغم كل اللي احنا بنقوله ده وكل الاخطاء وعدم رضانا والاخطاء التحكيميه وكل الموضوع، لكن الامر ما زال مبكرا جدا عشان الناس ما تصدرش احباط. لا 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 لسه بدري، ان حد يقول لك الدوري ضاع والدوري ما ضاعش، الكلام ده مش موجود. يعني لا دوري ضاع ولا دوري راح ولا دوري جه، ما زال الامر مبكرا بشكل كبير جدا. يعني دس على جمهور الاهلي يعني، وانت بتقول كده فاكر انت اللي بيروحوا داخلين من الحته دي عشان يدسوها على جمهور الاهلي. الدوري ضاع. لا طبعا انا بتكلم دلوقتي احنا في الاسبوع العاشر، يعني انا ما قطعتش حتى التلت كاملا، انا لسه بقى قدامي 24 اسبوع في الدوري. تعثرت في بعض النقاط لكن لابد ان الم نفسي واعوض واقاتل واصر على ان انا احقق الهدف. وخلي سامي انا كنت وراك جمهور، الحقيقه جمهور النادي الاهلي النهارده بعد المباراه قاعد بيشجع الفرقه وساقف وطول الماتش واقف على رجليه، وحتى اخر ثانيه الناس عندها ثقه كبيره جدا فيك انك هتجيب جون. فلابد من الحلول الخارجيه بشكل عاجل، وده هيحصل قريبا جدا. خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ عصام برضو يعني خلاص مباراه وانتهت وهنبتدي نفكر في المباراه القادمه، المباراه القادمه واحده من اهم المباريات اللي دايما النادي الاهلي بينظر ليها او جمهور النادي الاهلي كمان بينظر ليها كمنافس قوي. نادي بيراميدز عامل في الفتره الاخيره عامل نتائج جيده بعد سلسله من النتائج المهزوزه في اول الدوري، رجع بعد التوقف عمل نتائج جيده، وبالتالي هي مباراه صعبه. طبعا مباراة صعبة بس مع النادي الاهلي، هي يعني بيقعد يقول لك فريق كبير لا فريق متكلف بس الحكاية كلها يعني. لكن في الاخر طبعا ليك حق تقول معاه نجوم، عنده اولا ما عندوش ضغوط يعني ما فيش مشكلة يعني. لكن انت وانت لابس تيشيرت النادي الاهلي مع كل دقيقة ومع كل لحظة الضغوط ماشية معاك، لانه ده جمهورك يعني. ادي اول فارق ان هنا في ضغوط وانا ما فيش بكل تأكيد، فانت بقى هنا تجود وتلعب واحدة حلوة على ده. لكن في النادي الاهلي الموضوع مختلف، عشان كده مباراة ثقيلة
مش حكايه مباراه قويه الكرة طبعا بالظبط ثقيله يعني. وبالتالي اعتقد بقى انها مباراه اللاعبين. احنا واحنا في الفاصل بنتكلم عن رايي يعني ان الاهلي محتاج يعني نقل دم سريع وكذا، وفي لعيبه لازم تتكرم وكل حاجه، لكن خلاص يعني الدنيا محتاجه تغيير ودي سنه الحياه. وبالتالي المجموعه دي بقى ده يومها اللي حضرتك قلته صحيح، لعيبه كبار على لعيبه فقد ثقتها في نفسها رغم ان هم قد كده 10 مرات. انا بشوف اللي ده الماتش ده يومهم ان يجمعوا بعض وينطلقوا منه. الموضوع الثاني ده اقرب، ان هناك بعض اللاعبين يا استاذ محمد بعتقد ان هم من اللي بشوفه في الكوره قبل كده وفجاه الاقيك كده، ده فقدان ثقه جميل جدا. طبعا مش اي حاجه ده حقيقي يعني، والله ما اي حاجه ثانيه. لا لا ما هي ده حقيقي يعني. انت لو ضربنا امثله يعني فين مستوى السوليه العالي جدا اللي كان في المواسم اللي سابقه؟ حتى حمدي فتحي راجع، حمدي بعيد برضه بعيد يعني. انا حاجه النهارده هو على فكره هو نفسه عارف كده. ايوه والله يعني طب يعني خلي بالك ده بدايه الاصلاح. ما ده اللي يخليك مش قادر تتكلم مع لعيبتك ان هم فعلا ما فيهمش حد ممكن يكون بيقصر بنيه التقصير او عنده ديفو يعني براني زي صحيح ما بيقول. صحيح، ولكن هي دي بدايه الاصلاح دايما، الاعتراف بان انا غلطان او ان انا وحش. تمام، ده مهم جدا يعني. لكن بالنسبه للمباريات اللي جايه، مباراه بيراميدز مثلا، انا شايف ان مش مباراه بيراميدز صعبه، كل مباريات الاهلي صعبه. صحيح يعني. انت بص يعني دايما الفرق بتستاسد قدام النادي الاهلي، انا لا الوم الفرق يعني، لكن طول عمر الاهلي كده يعني. في ماتش سموحه الفرق بتلعب 9-1 صح، النهارده 9-1 و10-0 احيانا، بس انت كنادي اهلي كان دايما بيبقى عندك الحلول، كنت بتحل بتسديده من بره، كان عندك المهاجم بيخلص، كنت صح بتعمل حاجات كتيره جدا. ده مش جديد على النادي الاهلي يعني، انك انت فرق بتقابلك طول عمر اللي بيقابله الاهلي مستسده، لانه بيقابل اهم فرقه في مصر، ان الدنيا كلها بتشوفه، فهو بيعمل كل اللي عنده في المباراه دي. يعني مثلا فرقه سيراميك يعني 9 ماتشات متعثره، وقدام الاهلي بتعمل ماتش عظيم. هيلي. سموحه نفس الحكايه. طب انا لو الفرق دي لعبت بالشكل ده احنا هنبقى دوري عالمي يعني. نفسي والله لو يعني الامور تمشي بالشكل، اتمنى ان ده يحصل وان كل الفرق تستأسد قدام بعضيها وتلعب بالشكل ده وتلعب بالتركيز ده زي تركيزها قدام ده. اعتقد ان الامور هتبقى اعلى كتير جدا في المسابقه الحقيقه. ده ما بتجيش على الفرق وبس، وبتيجي على اللي مش واخد زاويه الرؤيه، واللي سايبها للمساعد دايما، انا كنت واللي سايبها للمراقب واللي مش عارف ايه يعني كده. ايه ده كل ده؟ ايه ده كل ده؟ انا بقى اطالب يا استاذ عصام، ومن خلال حضراتكم برضو، من خلال قنواتكم على اليوتيوب، ومن خلال كل واحد في موقعه من حضراتكم، انه ان احنا نطالب خلال الفتره اللي جايه ان كل مباراه يكون فيها 12 كاميرا. اهم ولا يعملوا حاجه، انا سامع حضرتك. عارف ليه؟ اولا مساحات وضع الكاميرات مش موجوده، هي مش كاميرات، هي انت عارف الكاميرا مان هات لي اللقطه ثانيه يا سمير اللي احنا شرحنا عليها لو سمحت. انا كنت متابع. احنا عندنا مشكله، اولا الفيرجن ده اللي شغال اول فار وضع للناس ده بجد، ده مش هزار، عامل زي الراديو اول راديو وضع. أيوة في التاريخ والله بجد. بعديه اربعه فيرجن يعني خمسه. تمام يعني ده واحد ودول واللي شغال طيب دلوقتي خمسه. جمله اعتراضيه يا استاذ، الكلام ده بره مصر يعني. تمام. الكلام ده معناه يا كابتن، معناه ان في اهداف من تسلل ممكن تتحسب طبعا، واهداف صحيحه ممكن تتحسب. استاذ محمد يعني انا الكره زي دي والله ولا حكم ولا خبير تحكيمي قادر يقول لك هي اوفسايد ولا لا. هيقولها ازاي اذا كان في الاخر دول بيترسموا بالايد؟ لكن لو هنا واحد واقف ورا حكم المباراه اللاين مان اللي مساعد الخط اللي على اليمين ده، في اوروبا وفي الدول المتقدمه بيحصل كده. ما ديك قلت اللي انا قلته، ما الحكايه مش 12 كاميرا، هيتحطوا فين؟ ماشي، بس هو عايز كاميرا عايز كده الحقيقه يعني. محدش معترف يا اوسي بالاماكن، الاماكن دي بره شفناها في الملاعب يا استاذ اوسي يا كابتن اسلام، محدده كاميرا كذا كاميرا كذا. الاستاد مبني على اساس ان الكاميرا هتبقى هنا، بيتحط البتاع بتاع القواعد بتاعتها دي. الحاجه الثانيه ان الفيرجن اللي شغال يا كابتن في شنطه زي بتاعت حسام دياب ربنا يديله الصحه لما بيبقى مسافر معانا ومعاه شنط كبيره كده، اخر فيرجن هو ده، مش بقى حاجات بتيجي بعربيات نقل وبتاع. تخيل تخيل، لانه نو واي. بتقولي معلومه ان في اربعه فيرجن يا باشا؟ طبعا يا باشا طبعا، وحاسبوني. لا انا مش انا بسالك. لا يبقى انا لا دي موجوده، وحكام طلعوا اكدوا الكلام ده يا كابتن، يعني حكام نفسهم اكدوا. كابتن انا النهارده وانا كل اللي مطلوب ان في كره زي دي لو في اتنين كاميرات ورا الاثنين حكام مساعدين وكاميرا ورا الجون، محدش فينا هيقدر يقعد يتكلم القعده اللي احنا بنتكلم فيه ده. هتحسم اوفسايد ولا لا؟ بس الاخطر يعني. حتى لو موجودين لا زال بيرسم بايده نقطه الالتقاء. دي كارثه يعني.
دي كارثه. انا مكلم اتنين حكام عرب النهارده، لكن استحلفوني بالعيش والملح ما اجيب سيرته. قالوا لي عيب اللي بيحصل ده، عيب اللي بيحصل ده كده نصا اكنهم متفقين. اتنين حكام كبار هم الان بيشغلوا يعني مناطق تحكيميه عظمى، يعني واحد في بلده وواحد في المنطقه العربيه. قال لك عيب اللي بيحصل عندكم ده، احنا مش مصدقين. خلاص بقى هتساله تقول له ايه؟ طب ده بياخدنا كابتن اسلام الى هل منظومه التحكيم اتغيرت او حصل فيها تطوير بعد ما استعنا بخبير اجنبي؟ هل التحكيم اتطور؟ هل الاخطاء قلت؟ هل الفرق خسرت على حواها؟ الكلام ده ما حصلش، بل ان معظم المعلومات اللي طالعه من جوه، ويمكن اخرها يمكن في استقالات حصلت داخل لجنه الحكام، استقالة محمد فاروق وتامر جيش والحاجات اللي حصلت دوري. يعني في حد استقيل، ده دليل على ان الامور مش مظبوطه ولم يحدث اي تطوير، بل بالعكس في اخطاء كارثيه. يمكن لسه طب خلاص يبقى نرجع بقى كابتن عصام عبد الفتاح يمسك. ما يرجع كابتن، هي بقى اذا كان احمد يا كابتن، ما هو ايه اللي حصل دلوقتي؟ طب ما هو انا اللي جبته، ايه اللي اضافه على كابتن عصام؟ هل عمل تطوير على كابتن عصام؟ بالعكس، كان احمد ابو العيله هيمسك التطوير ال 80% من الشكاوي يعني منه احمد ابو العيله رجع تاني يا جماعه. يعني تكلموا في ايه؟ والله ايوه رجع، مش عارف في وظيفه منصب محل انه حاجه كده، في منصب اداري محل انه لا موجود في منصب اداري. كان لسه كان في مباراه في دوري الدرجه الثانيه، مباراه الترسانه والسكه الحديد، اللي الحكم فيها الحكم الكابتن محمود دسوقي، وده حكم ليه صالات وجولات يمكن مع النادي الاهلي برضه في بعض الحاجات. المباراة طبعا ثالث مرة يتعرض للضرب، يعني أكتر من مرة اتضرب قبل كده، والمباراة دي اتضرب فيها ثلاث ركلات جزاء. أنا ما يعني بدين الاعتداء اللي حصل على الحكم بكل تأكيد يعني طبعا، لكن في ثلاث ركلات جزاء كوميديا، يعني لا يحتمل الشك في المباراة لصالح الترسانة. ما بخليش الراجل يضرب، لا أنا طبعًا احنا ما بتكلمش على ده، أنا بقول لك يعني أنا لا يعني ده ليس مبررا لهذا الأمر يعني لكن ثلاث ضربات جزاء بيتقاضى عنهم، ويحتسب واحدة للسكة الحديد فيها شك. استفزت، هي مش ضربة جزاء، أنا شفتها ضربة جزاء، يعني دي مش ضربة جزاء، والتلاتة يعني التلاتة التلاتة كوميديا، تحس يعني إن حد بيهرج. كل اللي احنا عمالين نقوله ده لا يعني، طب خد واحده طازه بقى، النهارده ماتش المنصوره، لا احنا مش موافقين النهارده ماتش المنصوره طبعًا. والمجد دي بقى خناقات بين لاعبين وبتاع. ابراهيم سعيد انا شايفه يا عيني على تويتر ايه عمال يزوط، دخل مش عارف ايه اللاين مان، حسب حاجه المدير الفني حسب حاجه، حسب حاجه في اختصاصه اللي احنا بنستنكف على بتوع الممتاز ما يعملهاش حاجه. ما قال له انت مالك، ارجع مكانك، ايه اللي حصل؟ ايه ده ايه ده؟ حسب حاجه في اختصاصه اللاين مان، المساعد الحكم اسمه الدليل، والدليل قالوا له، قال له ارجع مكانك، ودخلوا في الاوضه جوه زعق له وراح خابط الكرسي في الارض. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ لا الحقيقه يعني اللي بيحصل في التحكيم ما يساعدش على تطوير. يمكن احنا شفنا في كاس العالم، واحنا اصل احنا عندنا مشكله كبيره جدا يا كابتن، احنا جينا من كاس العالم على الدوري المصري، فده عمل لنا حاجه اسمها شوك. بدل الصدمه الحضاريه صدمه كرويه صدمه كرويه، فعندنا صدمه كرويه عنيفه جدا. فدايما بنبص اللي احنا شفناه على المستوى الفني، على المستوى التحكيمي، على المستوى التلفزيوني، على النقل، على الصوره، على الملاعب، كل ده عامل عندنا مشكله، وهنحتاج وقت على ما نفوق من ده. لكن اتمنى ان يكون في اصلاح، ويكون في ناس تتدخل. لكن ايه خطه الاصلاح الكره المصريه اللي موجوده عندنا؟ مفيش. بلد يعني بتعمل حاجات كتيره قوي، تيجي عند صناعه الكوره، اشمعنى انتوا بتوع الكوره مش عايزين تواجبوا ده؟ واجبوا دوت وما فيهاش حاجه، وهتفضلوا انتوا برضو موجودين وحبايبكوا حواليكوا اخر حلاوه. يعني احنا مش بنطالب المدينه يعني بارادايس، يعني مدينه اللي هي ملائكيه خالص، لكن النسب يا جماعه اظبطوا النسب يا جماعه، ما ينفعش كده، كده بتضيعوا الصناعه ديت، لا يمكن ده يكون محتمل. مع الاخذ في الاعتبار من قناه الاهلي اهو وفي برنامجها يعني بيسموه التوك شو، بنقول لا الاهلي لديه الكثير مما يحتاج علاج. اداره النادي بقى هتخاطب جمهورها، ما انا بقول لحضرتك هتخاطب جمهورها وهتخاطب اداراتها وهتخاطب فرقها، لكن احنا بنقول اهو الفير ان الكوره صلاحها هو صلاح الاهلي والزمالك وكل الفرق يا جماعه. لكن اللي بنشوفه ده بيقولوا لنا كلام ما انزل الله به من سلطان، ده بيفهمونا ان اللي شفناه ده مكلف، ولا مكلف ولا يعرف عن الكلفة اي حاجة. ثم خليه مكلف، ما هي الكرة بتكسب، ما هي الصناعة دي بتكسب، اصرف عليها عشان تديلك. وبالتالي ده حتى ما بيردوش يا كابتن اسلام، يعني بالنسبة لقطاع الصحافة اسأل الأوسي اللي زي حالاتنا بيطلع يقول كلام في ما يسمى بتوجيه
حاش الله مش التهمات ما فيهاش حاجه اولا في يعني في السمعه والشرف في السمعه والشرف في التطبيق والعمل وان انتوا يعني فيه شين لام ت مربوطه ومحدش بيزعل منك ولا يخصمك طبعا كلهم اصدقاء ولا يشتكي لا ده ما بيزعلوش بمعنى ايه خليها تعدي الله طب قول لي لا يا جدع انت غلطان انت اللي بتقوله ده مش صحيح وادي الدليل اهو مش الدليل الحكم بتاع ماتش المنصوره يا جماعه اللي انتوا رايحين بيها فين انتوا رايحين بيها فين دي صناعه مهمه جدا جدا فيه جدا بقى الاخر اللي حصل ايه المنصوره والمجد ده خلاص خلص بخ طيب خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين انا حواري لحضرتك حاجه حصلت النهارده في مباراه الهلال ونادي الحمام في الدرجه الثانيه لا ده في طرائف وغرائب نعم في طرائف وغرائب دوري الدرجه الثانيه اللي هو ده يعتبر ايه اللي بعد الدوري البريمير بص الصوره دي الايجيبشن ليج بص الصوره دي ده ماتش رسمي بص الصوره دي طاقم التحكيم ايه اللي في الملعب ده صحيح فيه. ده حكم المباراه لا بتهرج اهو والله اهو هو فين هقول لك ده حكم المباراه ده تريننج ده لا يا راجل ده بجامد ولا تريننج يا جماعه الكلام ده بجد انا بقول لكم بجد الكلام ده بجد مش هزار ده مش اللي حصل يعني مش فوتو ترينج ده زي فوتوشوب كده اللي حصل ان طاقم التحكيم ما راحش مجاش فجابوا طاقم تحكيم تاني من او حكم بالطاقم شايف الحكم اللي هناك برضو لاين مان طب انا اقول لكم حاجه ده الكلام ده بجد طب انا اقول لكم حاجه دمها خفيف وانت فاكر اما تنشر كده وتقول هيكون الرد ايه عارف هيكون الرد ايه قال لوائح تحكم بان يلعب باي زي اكن هي ده الموضوع هي الحكام ما تعينتش والله العظيم انا بقول لك يعني بقول لك الصوره انا بس السؤال صوره التحكيم وصوره الحكم سؤال للشباب عندي معلش للاعداد هو الماتش ده بجد يعني اتحسب بجد يعني لا بالاول بجد لا يعني نتيجته خلص وتحاسب عليه لا يعني حتى لو جابوا الحكم من بره يعني ما الحكم ده المفروض معاه طقم ده يعني ده حكم اللي حكم رسمي يا عم ما كانش معاه لبس على يعني على فكره انا عارف الموضوع ده بس انا بتاكد يعني انا من كتر ما انا مش مصدق مزيد من التاكد توصل لمزيد مزيد مزيد من التاكد لا ما دي دي دي, دي من مقاسي الكره المصريه ومهازل الكره المصريه ده دوري الدرجه الثانيه يا فندم اللي هو اللي الممتاز به اللي تحت الدوري الممتاز اللي السنه الجايه هيبقى الثانيه ولا الثالثه يا جماعه ده معلش عشان برضو نبقى يعني زياده توكيد زي ما بيقولوا لو الحمام يبقى الدرجه القسم الثاني هو الحمام القسم الثاني والله لا الحمام والهلال قسم ثاني والله يا كابتن لغايه الثالثه هي يعني زبده الكوره في كل العالم على رايك لانه ما يسمى بقى مجموعات دي في الرابعه وانت طالع في كل بلد على فكره صوره زي دي حضراتكم عارفين طبعا بقول للجمهور المحترم ده والله صوره زي دي تشيل اتحاد كوره تشيل مين بس يشيلوا الحكم اللي ما جاش يعني بالظبط شوف الحكم يعني على الاقل يشيلوا الحكم اللي ما راحش المباراه دي مشكله ان الا لم يكن عنده عذر قهر الله اعلم بعذره بس حتى لو ما فيش عذر طب فين الحكم الرابع الطقم كله مش موجود لا بيقولوا ما تحطش نسيوا يعني في وسط لا يعني الطقم كل ما ده فيه اربع حكام طقم كل ما جاش عشان بس ما تزعلش انت قلت كلام رسمي بالمناسبه عارف ايه هو؟ من اسبوعين ثلاثه حصلت مره في دوري الدرجه الثانيه ده ومره في ناشئين لا ده فتقال من فتره انت عارف لا ده من اسبوعين ثلاثه قال لك اصلها بتحصل عادي يعني ما تبلغوش حكام بالماتش من اساسه يعني الراجل بنى انه مش هيقول ايه تعينه وما راحوش قال لك لا بتحصل مناطق ساعات حد قال لك رد عليك قال لك كده بس زي ما بقول لك ممكن يسيب كل حاجه يقول لك لا من حقه يحكم بترنج بردان يا اخي انت مالك والله بردان يا استاذ عصام يا كابتن انا بقول لك يا اسامه انت فاهم احنا بنحاول نقول للناس الردود هتبقى كده هم حكوا يقول لك ولا كهربائي ولا بيعرف في الكهرباء عارف انت النكت دي انا شغال مدرس فرنساوي لغايه لما مدرس تاريخ يجي مدرس تاريخ لا يا جماعه مدرس تاريخ لغايه لما مدرس التاريخ يجي حرام والله عموما امور كثيره جدا بنشوفها خلال هذه الفتره يا استاذ عصام يعني نتمنى طبعا ان احنا بناخدها بروح الفكاهه والله بجد عشان احنا بجد احنا يعني دمنا محروق جدا اللي احنا بنشوفه ده لا واحنا يا كابتن اسلام يعني مصر ما تستحقش المنظر ده وما تستحقش مناظر كتيره جدا هزليه بتحصل لا على في الدوري الممتاز ولا في الدوري القسم الثاني يعني برضه في مشاهد بنشوفها في الدوري الممتاز مع الحكام واللعيبه مشاهد كارثيه يعني يعني كان في ماتش الاسماعيلي الاخير والمصري لاعب المحكم واقف مع المدرب بيعاتبه وهيديله انذار يجي له لاعب يقول له يا عم سبك منه وتعالى عشان نلعب المباراه
طب هو ده في كده في الدنيا يا جماعه؟ يعني ده بيحصل في الدنيا والمشهد ده بيمر عادي والامور تمشي بالشكل ده؟ يعني مشهد يعني مشهد لا يليق على الاطلاق الحقيقه. يعني ليك يا عم رحت اهو معايا. انا ما رحت يعني الحاجات بتجيب بعضيها يعني. الحاجات بتجيب بعضيها وشويه يقول لك يا جماعه انتوا مركزين مع الناس كده ليه؟ يعني ايه مركزين مع الناس؟ ده شغلنا على فكره يعني. شغلنا ان احنا لما نشوف تريننج في الملعب نسال ده بتاع ايه؟ عموما هنكمل. نسال ده بتاع مين؟ ليكون برضه التريننج سلف. عموما خلينا نطلع فاصل اخير ونرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ عصام خلينا نتكلم بقى بشكل عام عن الدوري الممتاز هذا الموسم، ايه رايك فيه؟ تمام الحمد لله. تمام. طب ايه رايك؟ خلاص اصل كابتن رايي فيه، رايي فيه حاجه بصراحه أتفضل. مش على مقاسنا ومش شبهنا ولا حتى ربع في المية من الاشياء التي نرى فيها انه ده على حجم المحروسه العظيمه ده يا كابتن. مش ممكن، خاصة انه سبحان الله يجي كاس عالم قبليها بطولة افريقيا قبليها تتقدم المغرب طوعية لتنظيم النهائي بساعة بطولة الاندية ويخفى خطاب ويطلع الراجل الحقيقة الاقجع يقولك يا عم انتوا بتكلمونا ليه؟ انتوا جالكوا جواب زي ما جالنا والسنغال. ثم تنظم دولة المغرب ربنا يوفقهم بطولة العالم للاندية. ما احنا عمالين نقول ان اتحاد الكرة والمنشآت والبتاع اللي هم عاملينه بتاع المنتخبات ده اللي محدش راحه خالص، لانه ده طبعا هيتراح ازاي بقى؟ لازم الناس تروح حته ثانيه فيها دي يوز وحركات. انت كمان جايب لنا دي من والله حرام يا كابتن. توزيع الكاميرات دي، توزيع الكاميرات في كاس العالم دي، كاس العالم، كاس العالم الاخيره ولا كاس العالم للانديه؟ كاس العالم الاخيره دي عشان جانا بس على الهواء. دي الفيفا يعني، ده الفيفا في هليكوبتر فوق طبقا لعدد الفيفا. ده في هليكوبتر فوق حضرتك شايفه يا كابتن. انت كده هتجيب لنا احباط يا كابتن اسلام، يعني الحاجات دي هتتعبنا نفسيا يعني. احنا بعيد خالص عن الحاجات دي. لا والله بعيد، لكن احنا نقدر يعني، احنا عايزين نعمل. شايفين ده شايفين حضراتكم الكاميرات قد ايه؟ يعني هو ده اللي انا بتكلم فيه، شكل الكاميرات هو واضح اهو، يعني هي مش محتاجه شرح ولا حاجه. لا مش واضحه، ما هي كل الكاميرات كل حاجه واضحه على كل حاجه واضحه يعني. يعني مش محتاجه. والهليكوبتر واضحه، والهليكوبتر واضح، والدرون واضح. حضرتك قلتهم اللي عند اللي ورا الجول، والكرين واضح صحيح، والدرون واضح. حضرتك قلتهم اللي عند المساعدين واحده ده الفي واحد. ده الكاف، الكاف ده الفار اكسترا كاميرز، ده الكاف. ليه بقى؟ طب فين اللي بتاع الاتحاد، بتاع الاتحاد المصري بيعمل بقى الفرق؟ عشان ما حدش يقول مكلفه وبتاع الفيفا، لانه طبعا اكثر رفاهيه بحكم المكسب هندسيا له عدد اكثر. ماشي. الكاف هو معترف انه اقتصاديا اقل، بس لقوا لها حل هندسي يكفل نفس الاشياء. ممكن تجيب لنا بتاعت مصر هتلاقي تحطيم. طب بص، طب انا هقول لك حاجه، هقول لك حاجه اصل انا لو جبت لك بتاعت مصر هتبقى عندي مشكله، عارف في حاجه واحده ايه هي؟ ان انت هتجيب ملعب فاضي. بس الحقيقه ما ينفعش، انا ممكن اجيب لك بس هي والله يا كابتن ما ينفعش نقول بتاعت مصر، نقول اللي اتحاد الكوره عملها، لان مصر حق اكبر من كده. والدليل لما نظمنا عملنا زي ده، وانا كنت مع اسامه اسماعيل نائب رئيس اللجنه الاعلاميه عملنا نسخه هايله. الراجل رئيس كاس الامم الافريقيه، انا بقول لك رئيس الفيفا مش هيجامل، قال لك انتم احرجتم من سياتي بعدكم غير الثلاث شهور في الميزانسيه اللي اتعمل بكاميرات وبكله بمصريين يا جماعه. واسال حضرتك سمير وكل المخرجين اصحابنا والناس دي. لا لا حاجه كانت عالميه على رايك. الشركه الاسبانيه بتيجي هنا تتفسح سياحه، لان دي لازم كل البطولات حتى لو في كاس عالم في المانيا برضو الشركه الاسبانيه متعاقد معاها الفيفا وبالتالي الكاف. بيجوا هنا من اكثر البلاد اللي بيجوا اكنه جاي اجازه. صحيح. من كتر ما عندك مصر بقى، عندك بقى كل حاجه بتتعمل وعندك رجاله على اعلى مستوى. صحيح. اتحاد الكره بيعمل كده ليه؟ بيعمل كده ليه؟ انت واخد مقاوله تغرقنا. على رايك والله غريبه يعني. عموما يعني نتمنى، خليني برضه اخد رايك يا استاذ محمد في الدوري العام السنه دي، هل حضرتك شايفه مختلف عن السنين السابقه من الناحيه الفنيه بس عشان ما نروحش في نواحي اخرى؟ البدايات كانت كويسه جدا الحقيقه، يعني لغايه قبل كاس العالم كنا شايفينه حلو قوي وكان جميل. لان انت ما شفتش، فكنا مستمتعين جدا بيه وكانت الامور كويسه ومتوقعين موسم جامد جدا وكبير. لكن الحقيقه انا زي ما قلت لك حصلت لنا صدمه كرويه بعد اللي شفناه في كاس العالم. حتى الناس كلها دلوقتي يعني، في ناس كتير جدا تقول له بتفرج على ماتشات الدوري، يقول لك لا ما بتفرجش على ماتشات الدوري بعد اللي شفته في نهائي كاس العالم، ماتش النهائي بس يعني مش قادر يعني يشوف يعني. فانت محتاج تطوير كبير جدا في الصناعه دي. دي انت بتعتبرها صناعه بالمليارات. صحيح. دي ما تصرفش عليها عشان تعملها. ثانيا انت عشان تقوي الصناعه دي رقم واحد اللي نجح كاس العالم في قطر الجمهور،
الجمهور بالدرجه الاولى، مفيش كوره من غير جمهور حقيقي. انا دلوقتي عندي معظم المدرجات فاضيه باستثناء ال 3 4000 اللي موجودين في ماتش الاهلي والزمالك، لكن في ماتشات يعني بتلاقي مثلا ماتش فاركو وسيراميكا بيلعبوا مع بعضيهم مفيش 15 واحد موجودين في المدرجات، ده عدد كبير جدا. ابتعاد الفرق الشعبيه عن المسابقه هيقلل من قيمه المسابقه. هتقول لي فلوس وامكانيات وشركات، انا ماليش دعوه بالكلام ده، لكن يعني مثلا في انجلترا لما حصل الفرق موجوده بتيجي شركات كبيره وتاخد فرق شعبيه لها جماهيريه شعبيه، ما بيشتريش لعيبه ويعمل صوره ده نادي اصلا معلش بقى. هو في فرقه في الدنيا ملهاش ملعب ولا نادي ولا مقر، مجرد ان هيسمع عليها فرقه يعني حاجه غريبه جدا. يعني انا بتكلم بصراحه وضوح، اتكلم يا فندم. فرق الشركات اللي موجوده دي تدمير للكره في مصر، الفرق الشعبيه، والمفروض احنا ندعم الفرق الشعبيه مش نهدف الفرق الشعبيه. يعني انا عندي 7 مقابل 11 انديه شركات، عمر الكره ما هتتطور بالشكل ده. واحد هيقول لي امكانيات وفلوس صناعة، عمرها ما تتطور. يعني انت زي فرقه بيراميدز اللي اقوى فرقه مصروف عليها في مصر، في النهايه فرقه من غير جمهور، فرقه ما حدش بيحاسبها، فرقه بتلعب من غير ضغوط، فرقه ما عندهاش اي حاجه، فرقه ملهاش اي حد بيتابعها. فاركو، سيراميكا، فرق المؤسسات التانيه اللي موجوده كلها، الكلام ده ما ينفعش. انا عشان اعمل دوري قوي فين المنصوره وفين كفر الشيخ وفين الاولمبي وفين دمياط وفين المنيا، فين الجماهير اللي تقف؟ والمهم جدا كمان ان الجماهير نبذل قصارى جهدنا ان الجماهير ترجع بالكامل. يعني صحيح. يعني انا كان ماتش اسوان الاخير اللي بيلعب فيه مع انبي وكسب 2-0، فوجئت ان الماتش في اسوان وحاضرينه 50 واحد، فلما سالت قال لك اصل الناس مش عارفه تعمل الايدات عشان تدخل. طب هو ده كلام انا بعقدها ولا بسهلها؟ يعني المفروض تبقى الامور سهله جدا وتبقى الامور بسيطه جدا واخد كل البيانات اللي انا عايزها، بس مش درجه معقده ان الجمهور نفسه ما عارفش يدخل ولا فانا يعني رقم واحد الجمهور يرجع، ملعبك تتصلح، تحكيمك يتصلح، فارك يتصلح، تعمل ابديت للخمسه اللي سايبيننا دول ونرجع بدل العصر الحجر اللي احنا عايشين فيه. في انت تليفونك لما في ابديت بتعمل له ابديت. هو الموضوع للدرجه دي سهل. اوزه ودانا حته مهمه، شركات والمؤسسات دي على فكره عندها ادارات ناجحه. في سنوات سابقه قلنا انقذوا الكره المصريه بمنشآت وحاجات. تعال النهارده بقى اعمل شراكات مع الشعبيه. انت عايز ايه غير انك تحط عشان ما يقولوش احنا بنجيب، حط البراند بتاعك على نادي شعبي وشاركه وافتح منشآتك تبقى نادي المنطقه اللي انت فيها، وده مشروع محتاج جهبذه وتبقى في الكوره. لان استثمارات زي ما قال اخويا الاوزي الفرق اللي انا سميتها يعني متكلفه، استثمارات غير المضاربه على لعيبه. هو اللعيب ده حد عارف بيدخل فلوس ولا لا؟ بيبيع تذاكر ولا لا؟ هو ما عندوش زبون. حتى الهتافات بقت كده في المدرجات، وجبه ومش عارف ايه. طب ما انت ناجح، روح بقى شراكه زي كل العالم. اللي جه يستثمر هنا لما راح حته تانيه عمل ده، عمل استثماره لانه عنده اداره محترفه وكذا، لازم نقول لهم حقهم ده. شارك بقى زي ما القوسي قال، البلاد دي المنصوره وكله البقاله هتشتغل، ولوكنده المنظره هتشتغل، مش هنقول الهايبر وسبع نجوم. شفت حجم الاقتصاد اللي الراجل قال عليه بالمليارات؟ هو احنا جهبذة؟ ده موضوع طبيعي جدا بيحصل في كل العالم. كل الفرق يا اوزي اللي دخلت بتمويل راحت اشترت انديه شعبيه في انجلترا، في امريكا، في اي حته، بيروح يشتري النادي الشعبي اللي هو اسمه شركه. هو اسمه شركه. يعني هو ينفع ان شركه مياه غزيه كان طالع لها فرقه رايحه الدوري الممتاز يا جماعه؟ طب واشمعنى عملت في مصر وما اتعملتش في الدوري الانجليزي؟ يعني هم مش قادرين يعملوا فرقه في الدوري الانجليزي ويطلعوها؟ بس هل الدوري الانجليزي يقبل ان شركه مياه غزيه تطلع ولا شركه ادويه تبقى موجوده؟ مع احترامنا وتقدير احنا ما بنغلطش في حد، احنا بنتكلم على صالح العام. ولا دخان يا راجل، ده كلام. عارف ترجمتها يا اوزي؟ يمكن احنا بنحكي فيها اما بنلتقي كاصدقاء. يعني ازاي الرعاه يلعبوا كوره؟ ما ينفعش يا جماعه. وبالتالي انت عندك حاجه مهمه في المغرب، الرخص حقيقيه عشان اللي بيسال على رجع اللي كان عايزيننا نتخانق معاه وبيشتغل لبلده. احنا نتخانق معاه ليه يا عم؟ احنا عايزين حاجه كده، الرخص زي ما هي. كل الشركات اللي راحت والمستثمرين شاركوا الانديه الشعبيه، ثم بقى في فريق واحد اسمه الجيش الملكي المغربي. عارف ليه؟ لانه المغرب زي حوالي 12 دولة حول العالم، احنا منهم، والمغرب عندها اللي هو الخدمة الوطنية، فبيعتبر ان جمهوره مين؟ حالة الترفيه بتاع الشؤون المعنوية للجنود. يطلع يوم الماتش بقى عنده جمهور، لولا كده ما كانش لعب. وكمان تخيل كل حاجة منظمة لدرجة ايه؟ حاجة يعني ده صعب منظمين كل حاجة. يعني ارجوك ده صعب. وبقى في الشقيقه المغرب، وما قلناش بقى المانيا ولا حاجه، ناس شبهنا واحنا شبهنا. المغرب زارت بهذا المستوى بهذا المغرب بقى بالمناسبه سنه 57 اول فريق اتكون بيلعب مباراه مع مين؟ مع الكونغو.
كان الزئير وقتها واحنا كنا واخدين بطوله افريقيا، اول فريق يعني كانوا بيحتفلوا بتكوين اول فريق وطني مغربي، اول مره يبقى عندهم منتخب. هذا بالله التوفيق. التجربه المغربيه تجربه المغربيه رائعة. في الرياضه اعتقد ان هي تجربه رائعه جدا، نتمنى ان نستفيد منها خلال الفتره الجايه. بشكرك جدا يا استاذ عصام. شكرا لك، بشكرك على تواجدك معنا النهارده. انا بشكرك جدا يا استاذ محمد على تواجدك معنا النهارده. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. كانت هذه حلقه نهايه الاسبوع، ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم وحلقه جديده من البيت الكبير.